زي الفل يا زعيم، ازيك؟ انا بضحك علشان اليومين دول اكتشفنا ان في انتخابات واحنا ما كناش واخدين بالنا من مش واخدين الموضوع. بالنا. لا لا لا، بس احنا نبتدي من الاول خالص. بص، اولا هي دي الحلقه الواحد بعد المية، يس. فاحنا نعمل زي الف ليله وليله، وكانت الليله المائة الواحد بعد المائة، فقالت له مولاي وحاجات كده. انا ما خدتش بالي ان احنا ضربنا ال 100 حلقه يعني. بس لا عيب عليك، احنا برنامج قائم بقاله فترة مستمر مستمر عندي يعني، انا ما بدعم اعرفش الجماهير العريضة اللي بتتفرج علينا. هم 14 واحد عارفينهم بالاسم. بس على فكرة في ناس فعلا بقت بتبعت لنا تقول لنا عايزينكم تتكلموا على الموضوع الفلاني. خوفي يا صاحبي لا يكون ده من الجمعية. لا بجد يعني انا في كذا حد بعت لي على الانتخابات، انا شخصيا فعلا ما يعني ما حسيتش ان انا محتاج ان انا اتكلم على الانتخابات لانها فعلا تمثيليه فاشله. يعني انا فاشلة، ممكن اتفرج على تمثيليات ومسلسلات وافلام وبتاع، تضيع وقت كده، الواحد يقعد كده انتخ. ما يعني لا بجد. ولما تتفرج على مسلسل او فيلم ممكن تلاقي تقول المشهد ده فيه حاجه مش مظبوطه، الجزء ده مش منطقي، انما التمثيليه من الهبله اول التتر لغايه الاخر، من الاول خالص. خلق الله العظيم، صعب قوي. لا بس ما فيش حاجه. احنا اتكلمنا عن الانتخاب، بس انا عايز انوه بالتيشيرت اللي انا لابسه النهارده. انا عارف مين اللي هتتريق عليا في الموضوع ده، ان انا جبت اكبر تيشيرت في الستور، دخلت لقيتهم عاملين، انت عارف اخر الصيف بقى وداخلين على الشتاء، ف 2 فور 1 ومش عارف ايه، وخد واحد واحد بنص الثمن وكده. فرحت جايب 3 الوان مختلفه، وبعدين بعد ما جبتهم ومش قلت انا طبعا هلبسهم فين الدنيا يعني، انا هلبسهم في البيت، طب ما ايه ما اجيبهم واسعين زي الجلاليب. فرحت جايب 4 اكس. فانا حاسس ان انا لابس جلابيه، عارف اللي هو نظام هو داخل من كل، بس خلاص. والله صدقني الكلام ده احسن من الانتخاب، من الكلام احسن من اللي انت الحياه باللي بتتكلم. جاي. لا على الاقل بجد يعني ليه راس والرجلين، تيشيرت ومقاس واضح وبتاع. قوي ان اغلب الناس، مش اغلب الناس، هو تقريبا كل الناس ما عدا فئة قليلة من الناس مكبرة دماغها، يعني مش مكبرة دماغها، فاقدة الامل تماما يعني في ان في تماما، ده فقدان انتخابات. امل مش تكبير دماغ ما فيش انتخابات، يعني هو فعلا ما فيش انتخابات، يعني هو يعني. هو هيبقى شكلها نفس المنظر، ما حدش راح الانتخابات، بس هناك فرق بين المقاطعه وان انا مش مهتم يعني. المقاطعه ده موقف ايجابي، انا فاهم وعارف وقلت لا مش هنتخب علشان كذا، وان انا هو كان فين يا راجل، اذا كنا احنا ما كناش عارفين في انتخابات عندنا هنا في اوتوا تاني يوم اخر مره بالظبط. اتكلمنا احنا كنا بنعمل فيديو مش فاكر امتى، وطلع تاني يوم بعدين في الانتخابات واحنا ما في نعرفش. الانتخابات بعديها. وفعلا انا لولا ان الفيسبوك الناس بتشير الصور والفيديوهات العبيطه بقى اللي هي كالعاده بقى، اللي هو ناس بترقص وواحد شايلينه على نقاله الراجل ده ما والعروسه اللي بيخافش يا رايحه حرام، تنتخب والهبل صعبان ده، عليا قوي. الحاجات الهبله دي لولا ان الناس بتشيرها ما كنتش اعرف، لان فعلا ملوش اي معنى. ان يعني والغريب ان هم مصممين على الموضوع، يعني هم مصممين يبقى في انتخابات، ومصممين ان يبقى في زحمه قدام اللجان، ومصممين ان يبقى في ناس بترقص، ومصممين ان يبقى في اغاني شغاله. انا عايز اعرف هو ده ايه لازمته ده فعلا. نتيجة، ده بص، ده نتيجة ان هو اساسا النظام اللي موجود حاليا ما جاش بشكل انتخاب ولا بشكل ديمقراطي ولا حاجة خالص. النظام اللي موجود حاليا ده انقلاب، هنطلع فوق هننزل تحت، انقلاب عسكري على رئيس منتخب. موافق على الكلام ده او مش موافق دي مش مشكلتي، انما هو التعريف العلمي بتاعه كده. فهو لازم كل شوية يثبت ان هو ليه شعبيه، ان هو مش غصب عن الناس، ان هو دي كانت هي ابتدت من اول التفويض، ادوني تفويض احارب الارهاب، ما انت جاي تشتغل ايه؟ ما انت يعني تحارب الارهاب. وبعد كده كل يعني هي كل العمليات السياسيه اللي بيعملها، المسخريه اللي بيعملها، ان هو ده تفويض من الشعب، لانه هيطلع دين ابونا كمان كم شهر.
احنا وبيتهيألي مش ماشي. قبل السنة ما تخلص، هو أول ما النتيجة تطلع هيعوض الجنيه يعني هو ويا عالم هيقفل، الجنيه هيسافر هيروح على فين؟ بس هو هيسافر. مجان، ما هو هو دلوقتي بيثبت لمين؟ بيثبت للمصريين، ما المصريين عارفين اللي فيها، لا بيثبت لا، للناس اللي بره، طب ما برضه الناس اللي بره عارفين. علشان ما حد، لما حد ما هي برضو لازم، بص يا فادي، لازم اي نظام في الدنيا، اي حد بيحكم يبقى له شرعية، ولو وصلنا في الاخر انها شرعية القوة، يعني لدرجة ان ابن تيمية هو من فقهاء المسلمين، يعني قال لك الملك لصاحب الشوكة. ما هو ساعتها كان كل اسبوع واحد من الامراء المماليك، ولا من الامراء الاتراك، كانوا ساعتها الاتراك السلاجقة، ياخد الحكم. فقال لك خلاص بقى احنا هنعمل ايه؟ الله اكبر، ادي الله، ودي حكمته. الملك لصاحب الشوكة او لذو الشوكة، اللي هو اللي عنده عساكر اكتر، ادي هي دي، هي دي الشرعية حلو، بتاعته. طيب ما خلاص ما يقولها بقى وتخلص، لان هو كل لا، ما هو اصل بيتعامل، احنا دلوقتي في القرن ال21، ما ما القرن ينفعش يوصل. 21 ده، ما برضه القرن 21 معناه ان برضه الناس شايفه وفاهمه، ويعني القرن 21 ناس او عبيطه يعني. زائد ان انت طبعا بتتعامل مع بقر، يعني لا اذكى من يعني هو انت ما فيش مره، انا بتفرج على الاخبار، ولما بتيجي سيره المعلم ده، هو الوصف الوحيد بتاعه ان هو ديكتاتور ان ايجيبت. هو بتاع ديكتاتور، وان هو قاد الانقلاب على الرئيس على رئيس المنتخب، المنتخب. يعني وما فيش اي اماره بقى على ان في انتخابات بجد، لان يعني مثلا يعني النهارده انا فليت المواقع الاخرى، ما حدش بيتكلم. ايوه، لا ما في ده بتتكلم على اللي بره، اللي بره ما فيش حد بيتكلم. ما حدش الفكره بيتكلم. ان انت على الاقل، طب يعني ما يقدرش يعمل مناظره، حتى لو احنا عارفين انها فيك، يعني حتى لو احنا عارفين انها تمثيليه، ما يقدرش يعمل مناظره. هو كان مسرح حد، هو بيطلع يعيط في انا شفت راجل واقف عمال يقول لك الانجازات بتاعتنا ويعيط، يعني it's too bad, it's too low. بس هحكي لك حاجه، وانا كنت راكب العربيه النهارده وبشغل على القناه العربي، ففي ناس القناه العربي دي اللي ماسكها ناس لبنانيين، والناس اللبنانيين اللي دول هبل. غالبا يعني مؤيدين للنظام المصري اللي موجود يعني. فهم كل الكلام اللي قالوه ان هو الراجل ده بيعمل، هم ما بيقولوش كباري، بيقولوا جسور. فهو فالراجل ده انجازاته ان هو عمل جسور، هو هم بيقولوا كده يعني، هم بيقولوا ان الراجل ده انجازاته ان هو عمل شبكة طرق وجسور، هو الراجل ما عملش حاجة تانية، فعلا ما عملش حاجة ماشي، تانية. وابتدت تقع بالمناسبة. يعني انا بتكلم بجد، الحاجات اللي اتبنت من 5 و6 سنين ابتدت تقع كلها. لا يعني هو هم حتى حاولوا يجملوا الموقف، قال لك ان الحاجات دي بتشغل الناس وبتقلل البطالة وبتاع، وبعد كده ما عرفوش يقولوا حاجة تانية لان هو الدنيا متنيلة. يقال والله اعلم، والعهد على الراوي، انا ما قريتهاش، انا سمعتها من واحد بيحكيها من باب السخريه، يعني ان السنه اللي دخل فيها سليم الاول السلطان العثماني، العثمانيين دخلوا مصر وهزموا موقعة ملك دابق، وبعد كده هو طومان بيعي وبتاع، ان العيد جه او رمضان او حاجه زي كده، فطلع الشيخ في الازهر بيدعي، او يعني ادى، وبعدين عايز يدعي بقى في اخر السنه، بس سنه النيله ب 60 نيله ما فيهاش فيها حاجه، ما فيهاش حاجه يحمد عليها ربنا تماما، يعني لان العثمانيين استباحوا القاهره لمده اسبوع، يعني كانوا بيخطفوا النسوان من البيوت ويذبحوا العيال في الشارع، وشغلانه كانت بنت كلب، هم كلهم لوطيين، فنص عيال مصر تم اغتصابهم يعني القاهره، وده اتقالت وابن اياس كتب. فبيقول لك بقى قال ايه؟ قال لك الحمد لله اللي خلى البطيخ يطلع على الارض ما يطلعش على الشجر، عشان لو وقع هيموت الناس. ما اعرفش دي كانت دي نكته ولا احنا، بس احنا وصلنا لمرحله الحمد لله ان السماء فوق والارض تحت. وهو ده اللي بيتقال فعلا يعني. انا هكلمك بقى على اللي بيتقال في الكنائس، لان انا اعرف ناس لسه بيروحوا كنائس، ما اعرفش ازاي هم يعرفوني، بس انا اعرفهم يعني. وفي ناس بعتولي يعني، في واحد من خلفيه مسيحيه، ما اعرفش بقى، واحد يعني صديق من اصدقاء البرنامج من أصدقاء البرنامج. بعت لي بيقول لي انا عايزكم تتكلموا على، هو بعت لي لينكات، بعت لي لينكات انا هشيرها دلوقتي، علشان هو الصراحه يعني طلب مننا ان احنا نتكلم يعني نتكلم في الموضوع لا، ده.
بص، احنا نقول كلام كويس مع الرئيس، جاب طلب رسمي من حد. لا بجد، هو يعني هو بعت لي الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية. أنا قعدت ألف كده ما لقيتش غير إن هم عمالين يتكلموا على الأقباط في كل مدينة وكل معرفش نجع، يعني كانت وأبناء كنائس إبراشية بني مزار يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. كانت وأبناء إبراشية نقادة وقوص من مركز نقادة والقرى التابعة لها. مشاركة كانت وأبناء كنائس قطاع المقطم. كانت وأبناء إبراشية طموة، معرفش دي فين الحقيقة، أظن والعياط سوهاج، والقرى. أظن لا سوهاج مش طمة، هو مكتوب طموة، معرفش ليه. طمو، أو يمكن سبيلينج غلط يعني. ابراشيت بنا واسنا. يعني انت، انا لو قعدت الف مش هنخلص يعني. وفعلا حاجه، يعني انا في رايي انها حاجه قذر. انا ما عنديش وصف ابسط يعني احسن من انها قذر. هي قذره، لان برضو في حد كان حاطط صور السيسي في الكنائس وبتاع، ويا ريت في الكنائس وبس، ده جوه المذبح اللي هو المفروض يعني اكتر حته ليها قداسه، قداسة، ليها قداسة وليها احترام. جوه الهيكل، يعني جوه المسجد، حاجه يعني في قمه الوساخه. انا مش عارف الاقي لها وصف يعني انضف من كلمه وساخه وقذاره. انت عندك حاجه تقدر تقولها في الموضوع ده؟ لا هو كلام، هو ممكن نقول كلام كتير جد يعني في الموضوع ده. أولا إن أقلية بتصوت ككتلة ده شيء مسموح به في الديمقراطيات، ماشي. الأقلية السوداء أو اللاتينو في أمريكا أو الهنود في اسمها إيه دي؟ في إنجلترا، أو الأتراك اللي من أصول تركية في ألمانيا، ممكن هم يصوتوا ككتلة. كتلة مش معناها إن 100% هيصوتوا في اتجاه معين، بس الأغلبية بتاعتهم هتصوت، فده بيديهم ثقل سياسي أكبر من حجمهم، بالذات لما يبقى في تفتيت في الأصوات. يعني إحنا في الفترة اللي فاتت دي الناس بتنجح على 2% و3% و5%، فلما إحنا عندنا 99% إن شاء الله. طب يعني فلما الأقلية تميل شمال أو يمين ممكن تعمل فرق، وبالتالي بتقدر تحقق اللي هي عايزاه. ده كلام ان جنرال وكلام محترم والناس اتفقت عليه، وليه دراسات كتير قوي قوي قوي. الأقلية إمتى تقدر تقود المجتمع حتى؟ يعني إحنا بنتكلم على دراسات فعلا اتعملت القرن ده، القرن ال21، عن أهمية الأقليات والتصويت ككتلة. نيجي بقى على الوضع في مصر. أولا أنا مش فاهم الكنيسة مالها ومال الانتخابات. كراجل علماني يساري علماني ماليش دعوة بالكلام ده. ثانيا، طب الأقباط زعلانين ليه لما المسلمين عايزين يعملوا دولة إسلامية؟ ما انت عامل دولة دينية، انت ما اديتش مثل تاني. اصل في ناس كتير بترد عليا تقول احنا عايزين دولة إسلامية. يا عم اتنيل، لما تبقوا تعملوا حاجة انتوا نبقوا رد علينا، خلينا نتكلم عدل، ما تتعوجش وتتكلم معدول يا اخي. انت موافق ان انت يقودك رجال دين، ومش مستعد ان انت تعمل حزب علماني مخش مسلمين وملحدين واهلوية حتى معاك في الحزب يطالبوا بحاجة. فايه بقى اللي مزعلك ان المسلمين كمان بيقولوا احنا عايزين دولة اسلامية؟ ما يعني ما ادي الله ودي حكمته. ما نفس الحكاية انا بقولها للمسلمين على فكرة. يعني انتوا اللي مزعلكم اليهود. يعني ما يعني لما يقول لك ده يهود، ايوه طب ما انتوا عايزين تعملوا دولة اسلامية هم عايزين يعملوا دولة يهودية، ايه الفرق يعني؟ مع ان هي الحكايه مش كده خالص، بس يعني انا بزنق اللي قدامي. الحاجه الثانيه ودي اهم بقى، ماشي انا هفوتها، انت بتأيد ايه ضد ايه ليه؟ انت بتأيد ديكتاتوريه عسكريه هو ده اخرك؟ الكنيسه القبطيه المصريه اللي عمرها 2000 سنه ومعموله من ايام بولس الرسول، مش كده؟ اول واحد بيقولوا يعني. احنا كنيسة مرقسية، مرقس مرقس الرسول، اول كنيسه، اول احنا هما اول بيقولوا كنيسه. على فكرة، بس هو عامة ما فيش أي دليل على الكلام ده. مشيها 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 زي الاهلي فريق القرن يعني، هي هي.
انت اقدم كنيسه في العالم، ومفروض ان انت كنيسه الشعب فعلا، يعني انت مش لانك انت مش في الحكم، انت كنيسه الشعب. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما تبص يا اخي على الكنائس في امريكا اللاتينيه، يعني انت بتؤيد اسوأ نظام ديكتاتوري عسكري بيحكم مصر ليه؟ لا هو انا عايز اقول يعني هم دلوقتي الاقباط بيعظموا جامد جدا في الباشنود. الباشنود ده لما كان الشعب المصري كله ضد السادات، هو واقف مع الشعب المصري. انا ما يعني مش من محبي باشنود، ومختلف معاه في حاجات كتيره جدا، و بس هو في الموقف ده هو عرف يعمل حاجه انا في رايي ذكيه، ان هو لم وعمل يعادي الشعب المصري. وعمل حاجه تانية، فيمكن ان الناس كتير ما تاخدش بالها، حتى اللقباط ما ياخدوش بالهم منها، ان بعد ما السادات عمل اتفاقيه السلام بتاعت كامب ديفيد، فالمصريين مقاطعين، المصريين كده، واي حد يقول لك المصريين موافقين على اسرائيل وبتاع اديله بالشبشب. ليه المصريين مش موافقين؟ بشكل يبقى ما اعرفش، بشكل طبيعي، بشكل صعيدي، لينا طار عندهم ما تفهمش. فطلب من البابا شنودة انه يقول للاقباط روحوا زوروا القدس، قالوا لا، رفض. واللي طلعوا القدس، ودي انا فاكرها كويس جدا يعني، واللي راحوا القدس من امريكا طلعهم من الكنيسه، شرحهم حرمان. هو بعد كده طبعا الكلام ده ما حصل، يعني بقى بيتعمل وبيطنشوا. يعني بيطنشوا، بس هو الراجل قال لك انا بتكلم انا على ايام السبعينات، السبعينات اكيد. انا بتكلم على ايام السبعينات، الراجل قال انا مش هاخد موقف ضد الاتجاه العام، لان انا عايش مع الجماعه دول، عايش معاهم لمده بقى لنا 2000 سنه، وهنقعد مع بعض 2000 سنه كمان، فمش هخليها عداء بقى. يعني انا اتضرب انا على قفايا اليومين دول، وتقرفوني زي ما انتوا عايزين تحطوني في الدير، ماشي موافق، بس الشعب بتاعي ما يبقاش في عداء مع جيرانه بقيه العمر بقى. ما دي ما بتتنساش، الحاجات دي ما بتتنساش تماما، يعني واخد بالك، بتفضل موجودة وبتفضل مترسبة، وبتيجي أجيال تانية مش عارفة هي سبب الحكاية إيه، إنما أنا بكره دين أمه كده لله في لله. ليه ما تفهمش؟ ولو وصلنا للمرحلة دي انسى البلد يعني، وانسى اللقباط. فهو التاني إن أقلية تاخد موقف جماعي في انتخابات، ده بيحصل وهيحصل وطبيعي ومنطقي، انما السؤال انت واخد موقف جماعي مع مين ضد مين وليه؟ وبعدين انت في الاخر بتقول انا خايف الاخوان المسلمين يجوا. طب ما انت رايح له بالكنيسه. يعني انا فاكر كويس جدا يعني في مظاهره اللي هي كانت احدى مظاهرات اللي ادت الى ماسبيرو، كانوا الاقباط نازلين طالعين من شبرا شايلين الاعلام الكنيسه وماري جرجس وبتاع، فواحد احد الرفاق بيقولوا له، سالوه يعني، قالوا انت مش هنخش، قال لك اخش مع مين؟ هو عشان شايلين علم الكنيسه يبقى اخش معاهم؟ لا، انا ما امشيش في مظاهره، وصمم وخلى الحزب كله ياخد الموقف بتاعه، كان احد الاحزاب الجديده اللي طالعه يعني، اخذ الموقف ده، قال لك انا ما امشيش في مظاهره دينيه، ان شاء الله يكونوا مين؟ انا شخصيا وقتها قلت ده غباء، ووافقته على فكره. الكنيسه عملت نفس الحكايه وطلعوا بالشمامسه، لابسين لبس الشمامسه، عارف انت اللبس يعني مش بس الكهنه طالعين، ما كان طول عمره هيفضل لابس ده اللبس حاجة حروب صليبية خالص يعني. الشماس ده، المفروض بيلبس ده اللبس ده وقت القداس وخلاص، بيقلع التونيا وخلص. طالعين مظاهره والناس لابسه لبس الشمامسه، حاجه. وفي كندا، انا بتكلم على كندا، اللي هي المفروض دول الناس اللي بيفهموا، اللي عايشين في دوله علمانيه وشايفين يعني ايه علمانيه، يعني ايه؟ ودايقينها على فكره، ان يعني هم شايفين في دوله علمانيه، وطالعين فالصديق بالصلبان، حاجه قبيحه، حاجه فعلا. الصديق اللي بيقول لك ايه رايك؟ لا، رايي زي الزفت طبعا، يعني رايي زي الزفت، رايي ان دي بقر هيودوكوا في 60 داهيه، وما تزعلوش بقى يا جماعه، معلش بقى ما تزعلوش بقى كمان جيل ولا اتنين لما تبوش تقدروا تمشوا في الشارع. هو الريحاني قالها ايه؟ من لم يكن معي والزمان ترلى لي فلا خير فيه والزمان شور برم، ولا العكس، ما انت مش معايا دلوقتي وبتوقف بساند الدكتاتوريه العسكريه اللي مطلعه دين ابونا، وبتقول مش عايز دوله اسلاميه بس طالع باعلام الكنيسه، ما اعمل لك منظر يا اخي، خليني اعرف اقف معاك في حاجه، يعني ما يبقاش كده.
انك كل اللي بتقوله متناقض فروم اي تو زد. طب انا اقف معاك ازاي؟ اقف معاك عشان تعمل دوله مسيحيه؟ اح لا، يعني ما جابش الا الكنيسه الارثوذكسيه المصريه اسوأ كنيسه في العالم اخليها اللي تحكم مصر، اكثر كنيسه متخلفه ومتحجره في العالم. ده يا اخي الكاثوليك احسن منها مش 100 مره. مفيش البروتستانت مقارنة أساسا بين الكاثوليك النهاردة والأرثوذكس، يعني مفيش مقارنة، يعني لا ده مفيش مقارنة. البروتستانت المجانين بتوع امريكا الواحد بيضحك عليهم، انما انت هجيبك انت تحكم منين يعني؟ يعني أنا بس عايز أقول للمسيحيين اللقباط اللي هم فاكرين إن هم لو هم بقى أغلبية في مصر، مصر دي مش هتبقى هتختلف مصيبة، خالص، هتبقى مصيبة. مش هتختلف خالص. والدليل على فكره مش انا مش بقول كلام من عندي، انا مش بتوقع حاجه ما حصلتش، انا بتكلم على وقائع يا كما جماعه في كنت القرن الرابع والقرن الخامس لما كان الاقباط هم الاغلبيه، فشخوا بقيه المصريين، فشخوا بقيه المصريين ليترلي. انا مش بقول خيال علمي، انا بقول كلام موجود من كتب التاريخ بتاع الكنيسه نفسها. كتب التاريخ الكنيسه بتفتخر ان هم هاجموا على المعابد الغير مسيحيه اللي هي المعابد المصريه اللي كان المصريين اللي مش مقتنعين بالمسيحيه متمسكين بالاديان بتاعتهم وهجموا عليها، ولما وطلعوا الناس اليهود، دي وطلعوا اليهود من دافعوا عن اسكندريه. المعابد، ولما حاولوا يدافعوا عن المعابد قتلوا منهم، واللي خاف ابتدى قال لك انا خلاص بقيت مسيحي لانه عايز يعيش. وطردوا اليهود، الجاليه اليهوديه كلها من اسكندريه. طردوا اليهود ده على ايد مين؟ يعني باوامر من مين؟ من البابا كرولوس اللي اسمه في الكنيسه لغايه النهارده اسمه عمود الدين. البابا كرولوس الاول هو البابا كرولوس عمود الدين. الراجل ده احنا النهارده بنقول ان العقاب الجماعي ده حاجه جريمه. العقاب الجماعي نفذه البابا كرولوس ضد اليهود علشان حصل خلاف بين شوية يهود وبقية والمسيحيين، وقرر ان هو يهجر كل، يعني احنا النهارده لما بيحصل مشكلة طائفية في اي قرية بيتم تهجير كل المسيحيين اللي في القرية دي، وكل المسيحيين بيشوفوا ان دي جريمة. المسيحيين عملوا نفس الجريمة ايام البابا كرولوس، والمعابد المصرية تم هدم منها كتير وتم تخريبها وتحويل اجزاء، يعني كتير منها لكنائس، وده يعتبر جريمه برضه. لان اوعى تفتكر ان كل المصريين اقتنعوا بالمسيحيه كده سلمي، مفيش حد. ولا الإسلام. نفس الكلام، المسلمين عملوا، يعني كل واحد عمل بلاوي، لحسن حد يفتكر ان في ناس حلوين وناس سوء. وحتى بعد كده لما بقت إسلامية، الشيعة لما جم في شكل الفاطميين طلعوا دين السنة، والسنة لما جم مع صلاح الدين الأيوبي فشخوا الشيعة. فيعني ادي الله وادي حكمته، هنعمل ايه؟ العالم بتتجنن، كل واحد بيتكلم باسم ربنا وربنا ملوش دعوه بالحكايه، وغسل ايده من الموضوع ده خالص. خلقنا وسابنا بقى له يمكن 4000 4 4000 ايه 4 مليار سنه من اول ما الحياه ابتدت على الارض. فيعني فتاني نرجع للاخ اللي بيقول لك ايه رايك؟ لا، رايي زي الزفت. هو على فكرة هو موافق على ان هو رأي زي الزفت، هو عايزنا نطلع نقول الكلمتين نقول دول. الكلمتين دول هو انا مش بياخد خايف. رأينا علشان عايز يشوف رأينا، هو عارف رأينا وهو عارف كويس، وهو شخصيا انا عارف ان هو رأيه من رأينا. يعني احنا مش بنقول انا حاجة بس هو مش، حاولت، حاولت ان انا ايه اخليها كلام سياسي ما يبقاش ردح. تاني، ان اقليه تصوت او تختار او تنتخب في اتجاه محدد، ده شيء مسموح به في الديمقراطيات، وبالعكس شيء كويس لانه بيدي الاقليات ثقل اكتر من حجمها الحقيقي. تمام، انما لازم تعرف انت بتصوت لايه، ضد ايه، وامتى، ومين اللي بيصوت. لما تيجي النهارده يبقى خطابك الاساسي السياسي هو الخوف من الاسلام السياسي والاخوان المسلمين وبتاع، وتبقى ماشي في شيء قدامك رهبان، يبقى انت حشاش بقى. يعني اشمعنى يعني ما ماشي رهبان قدام؟ احنا في القرون الوسطى يا ابني، انت هتطلع بالصليب وانا هطلع بالهلال ونحارب بعض. ما ركز معايا، عايز دولة علمانية بقى اعمل دولة علمانية. ابتدي انت. اقليات في جميع انحاء العالم هي اللي بتجر المجتمع للامام. الاقلية القبطية للاسف كبسة على نفس المجتمع، او الكنيسة القبطية كبسة على نفس الاقلية القبطية ومخلياها عقبة في طريق حركة المجتمع للامام.
الكنيسة القبطية كنيسة متحجرة ورجعية جدا، واللي بيقول لك ان هي تمسك الحكم الدنيا هتبقى زي الفل، لا، شوف رأيهم في اي قضية اجتماعية، اي قضية اجتماعية، الطلاق، تحديد النسل، حقوق المرأة، حقوق الليزبيانز والجيز، حقوق الاقليات، هتلاقي نفسك انت رجعت القرن الخامس بقى والسادس، ونفتح ونعلق الناس على الصلبان ونولع فيهم ونعلق ونصلبهم بالمقلوب وخلاص. فما ما توجعوش دماغنا، هو الواحد بيحاول يبقى دبلوماسي، بس في حاجات انا ما اعرفش ابقى فيها دبلوماسي يعني. دي منها السياسه، لما نتكلم سياسه ما بقاش دبلوماسي ابدا، بقول حق رايي كده ستريت، لا ما ينفعش الكلام ده غلط، وهتدفعوا ثمنه يا جماعه، وهفكركم وربنا يديكم. الكلام ده انا قلته من 2013، من 2013 وانا بقوله، بنقول وكنت كلنا، ما احنا مصمم ان كلنا انا اوضح ان مش كل المسيحيين وقتها، كنت ليه يعني كنت لسه بعافر واحاول احافظ على الحكم حبه ايمان اللي عندي يعني، والحمد لله هم قضوا عليها تماما يعني، خلص عليه. خلصوا عليها. انا وقتها كنت بحاول ابين ان انا ضد اللي بيحصل ان انا علشان قبطي يبان ان في مسيحيين مش كلهم مع اللي بيحصل مع عمك سليمان الحكيم ده. فطبعا انا تم اتهامي ان انا اخوان وان انا مجنون وان انا عبيط وان انا مش فاهم حاجه، والنهارده كلهم بيعيطوا بسبب الكارثه الاقتصاديه اللي حاصله دلوقتي. انا عارف ان في احد اصدقائنا الرفاق قبطي، هو انه في ايام رابعه وقف يدافع او يهاجم حكايه التصفيه الجسديه والعدوان على مش عارف ايه بتاع، فواحد قال له يا ده اخوانه ومش قال له قبطي، قال لك الاول، هو بيحكي لي بيقول لي لاول مره في حياتي اطلع البطاقه بتاعتي عشان مكتوب فيها قبطي، قال له البطاقه مزوره، فما ما لهاش حل بقى، ما هي ما لهاش طالما حل. هي هم قرروا، هم هو للاسف المصريين بصفه عامه ما بيعرفوش يفكروا، ومحتاجين واحد يمشيهم زي الخرفان قدامه، واللقباط اختاروا ان الكنيسه هي احسن مكان يقول لهم يعملوا ايه، وهيلبسوا بسبب الموضوع ده، كل واحد بيدفع ثمن اللي بيعمله يعني. وده غلط كبير جدا، وهيبقى ثمنه عالي جدا على الاجيال القادمه، ومش هستغرب لو حصلت هجره جماعيه من مصر للاقباط اللي فيها، مش هستغرب. كان بتكلم على جيلين، جيل او كمان او اتنين كمان، لان الاوضاع متوتره جدا، ولازم الناس تبقى عارفه انها اذا ما كانتش مستعده تدفع ثمن شيء النهارده، هتدفعوا 10 اضعاف كمان جيل و20 ضعف كمان جيلين. فلازم يبقى الناس عندها ذكاء، يعني اذا كانت القياده السياسيه للاسف بتاعت الاقليه القبطيه في مصر هي الكنيسه، فدول ما لهمش دعوه بالسياسه. اللي بيعملوه ده عجينه. وانا زعلان ان حتى الناس اللي الواحد احترمهم من اللقباط اللي قالوا انهم سياسيين زي اسمه ايه ده اللي بتاع شبرا ده، العماد ده اسمه ايه، عماد كاف، كان عضو في البرلمان، عماد كاف او قال لك السادات مش عارف ايه، يعني برضه في الاخر اتلم لما الناس شخطت فيه. طب ما كمل يعني، انا استجدعتك كمل، هتخش السجن. there is a price يا جماعه، there is a price، ويا اما برايس تدفعه دلوقتي، ومهما دفعت البرايس دلوقتي هيبقى اقل من اللي هتدفعه بعدين، او ادي الله ودي حكمته بس. فده رايي في 3 اسابيع يعني. في صديقة أخرى من أصدقاء البرنامج بعتت لنا، قالت لنا هي ليها علاقة بالجامعات في مصر وجامعة المنصورة بالتحديد، معرفش إذا كان كده هي اتعرفت ولا لا. بس عامة يعني بتقول لي إن الناس اللي شغالين في جامعة المنصورة بيتقال لهم يعني بالأمر كده يروحوا للعيال في المدرجات يقولوا لهم روحوا انتخبوا، وفي عيال أصلا أقل من 18 سنة أصلا ما ينفعش تنتخب، وحاجات كده يعني، حاجات وسخة. المفروض الجامعة دي تبقى أكتر مكان مستقل، وأكتر مكان المفروض محدش يأثر عليهم، وده المكان المفروض اللي هو مسؤول عن البحث العلمي. وطبعا احنا العلم في البدنجان، والعلم لا يكال بأي حاجة أصلا، بدنجان غالي تلاقيه ولا معرفش بقى بكام دلوقتي. وطبعا الناس يعني مغصوب عليها، وكل اللي واغلب اللي نزل يعني، في ناس نزلوا من بنفسهم، واغلب اللي نزل لانه هو في ناس يعني اتقال لي يعني ان هم بياخدوا بطايقهم علشان يروحوا ينتخبوا، لان هو لما انتخبش البطاقه بتاعته هتروح. انا شوف،
انا شفت فيديو في مايكروباص، ولد قاعد ورا بيصور نقطة تفتيش ولا نقطة مرور، موقفة المايكروباص وبينزل اللي فيه عشان ينتخبه. فواحد من الشباب مش عايز ينتخب وات ايفر، فقال له انا عندي امتحان يا بيه. قال له مش مهم. لا ما طبعا، ما هو 50% مش مهم الامتحان، انزل انتخب وانا بقى تعالى خد. انما بقى بعد كده طبعا مجموعة الصور الهلمية، لا احنا عايزين نعملها سلايد شو كده والنبي يا فادي عشان يا ابن الوسخ. يعني انا ما اعرفش هو ايه سر حب النظام ان يبقى في ناس بترقص قدام اللجنه. انا لغايه دلوقتي مش فاهمها. يعني انا عايز اعرف، يعني انا هنا لما بروح انتخب بيبقى الموضوع فيري سيريس جدا، جد جدا، لدرجه ان انت بتبقى رايح كانك داخل مكان مقدس ما ينفعش تعلي صوتك فيه. يعني ها فعلا بتكلم بجد، يعني بيبقى في كميه ترتيبات وتحس ان انت داخل مكان مقدس فعلا، يعني اللي هو ما ينفعش تعلي صوتك، ما ينفعش مثلا ما ينفعش انك ينفع تعلي صوتك. يسألك اصلا انت انتخبت مين ولا عملت ايه. ما في، ولا انا حد عايز اعرف ايه بقى، يعني احنا ايه المنظر ده، بيعجب مين، فين، في اي حتة في العالم، ما اعرفش. ولا الناس حاجة، اللي بيحصل بتعرف؟ ان الناس العالم كله بيتريق عليك. اه طبعا انا عايز اعرف ده ايه ده، يعني ده ايه ده طالع ده من الحمام او مات وراجع يصوت وهيرجع يدفن تاني، أنا عايز عايز أعرف بجد، يعني متكفن يعني. وده إيه؟ سخافة يا فندم، إيه ده؟ سخافة، إيه ده؟ سخافة بدرجة غير طبيعية، يعني سخافة لدرجة ان انت تقرف تقول ايه السخافة دي. ومين المؤاخذة ده اللي ده هنشنبه ده؟ إيه ده؟ انا عايز اشوف، انا نفسي اشوف تيزو، اشوف عامل فيها ايه دي، ما هي برضه اكيد حمرا. طب عامل وإيه اسود ده؟ فوق، ايه ده مدام سامية عبد المنعم حنينة ورجولة ميامي. حنيت ورجولة ميامي. بص بقى من الاخر كده، ده اعلان عن بيت دعارة وطز فيها سامي عبد المنعم دي، ده حنيت ورجولة ميامي، عندها نسوان حلوة ورجالة حلوة، يعني هي مشغلاها رجالة وستات. انا مش عارف اقراها بطريقة غير كده يعني، وانا داير وصايع وفاهم الدنيا كويس. دي اللي هي بيسموها لي دام في الفرنساوي، اللي هي صاحبه بيت الدعاره، كانت موم الزمان وتابت. دول ودول اكيد ممسات مشفى، حاليا، ومين دول حاليا ممسات يعني، دول ما تابوش. واللي لابسه ستاره عليها المعلم، لا ايه بس ده؟ شفت النضاره الشيك، عشا جيري مش شواربي. اه ودول بقى الوحده الوطنيه والمهلبيه واللي ما اعرفش، لازم برضو ايه اللي يبين لك ان كلهم منجزين بعض وبتاع. احنا بنحب بعض. والله ما مناظر، يعني انا عايز اعرف هم بيضحكوا على مين، ولا اللي بره شايفين ان ده حاجه كويسه. يعني المناظر دي بره تعتبر حاجه اهانه للانتخابات. انا بتكلم بجد، والله بتكلم بجد. هو نجيب محفوظ بعبقرية شديدة جدا قالها في جملة بسيطة قوي، قال لك هم يكذبون ونحن نعلم أنهم يكذبون وهم يعلمون ولكنهم مستمرون في الكذب. هي كده يعني، ما لأن بعدين وهو برضو عايز يثبت ايه؟ يعني عايز يثبت ايه؟ ما ما هو بيثبتش حاجة، ما لا بيثبتش بجد، حاجة. اصل ما انا بحاول احط نفسي هو على فكرة يا فادي، الشخصية القميئة بتاعت عبد الفتاح السيسي ممكن جدا يكون مصدق الكلام ده جدا، صدق ايه؟ لأنه مصدق ان في ناس نازله تنتخبه فعلا، اه و ومصدق الارقام اللي بتجيله يعني. اصل صدق ان في في الاخر عريس وعروسه سابوا خلصوا الفرح وراحوا ينتخبوا؟ صدق دي برضو؟ انا مش عايز اقل ادب واقول كان بيعملوا ايه قبل ما يطلعوا يروحوا ينتخبوا. ونرجع تاني. لا، والمشكلة ان هم بينتخبوا واحد هم شافوا اداؤه. يعني احنا مش بنتكلم على واحد جديد لسه ما نعرفوش ولا متوسمين فيه مثلا العبقرية. شفنا عزيزي ال10 سنين اللي فاتوا اللي هو كان فيها، اللي هو متحكم في كل حاجة، شايفين نتيجة النهاردة. يعني النهاردة انت اكيد محضر الارقام. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مستشار اسمه حازم بدوي، الشيء ده مستشار طلع امبارح قال لك 45% من المقيدين للتصويت في مصر انتخبوا، يعني 30 مليون انتخبوا. يعني تقول له ايه ده؟ بس هو بيقول لك ان هم بيوعدوا الناس ان هم هيغيروا الاحوال، هتتحسن
خلال جدا. 6 سنوات. انت ايه طب رأيك لا في الكلام ده؟ لا ده عايز تفصيل دي بقى، انا عايز استنى بقى اجيبها من اولها. فاللي حصل بقى من 2013 لغاية 2023، ما اعرفش نحكيه ازاي، نحكي ازاي ده يعني. ما تحكيش ده، انت تقعد تربع وتلطم يعني، ملهاش حل تاني يعني. يعني اذا كان اللبنانيين اللي هم مؤيدين للسيسي في كندا، يعني شوف بقى احنا فين، بيقول لك لا والله بنا جسور جسور، هو ده كل اللي عمله في حياته. طب يعني احنا خلينا ايه نتكلم بالارقام. احنا المشكلة الاساسية لمصر دلوقتي ان علينا ديون خارجية بالدولار كتير، وديون ودين داخلي عمال يزيد وهينسف النظام المصرفي في مصر، وده لو حصل هتبقى مصيبة. احنا ال اه اتفضل يا عم. احنا بنشحت دلوقتي بال 3 مليار دولار، احنا علينا 165 مليار دولار الدين الخارجي لمصر، 165 مليار دولار السنة دي العام اللي هو. بس قبل ما نوصل لهنا انا عايز بس اقول رقم، ان احنا سنة 2011 كان علينا 31 مليار، 2011 2013 بعد السنة بتاعت مرسي كان علينا 34 مليار ونص، يعني زادت 3.5 مليار فقط في السنة دي، واخد بقى ده كتير بس ماشي. وكان علينا 1.5 تريليون جنيه دين داخلي، النهارده علينا 165 مليار دولار، ده وده 22. تعيش الصورة دي من 2022، اه فهو احنا 2022 كان 155، انت بتقول 165 دلوقتي. 165 دلوقتي زاد 10 مليار، وكان علينا بتاع ده 1.5 تريليون جنيه مصري، علينا النهارده 5 تريليون، يعني الديون ارتفعت 5 أضعاف في العشر سنين بتاعت المناهج البنيلة المنحوس، 5 أضعاف. وده يخلينا في رقم الرقم الفوق ايوه دي، ان احنا اسوأ واسوأ دولة في الاقتصاديات الناشئة في التعامل مع الدين بتاعها. يعني ايه؟ يعني احنا مش عارفين ان احنا نحسن وضعنا في الوضع المديونية بتاعتنا خالص، بالعكس بيزداد من سنة لسنة. خد بالك المكسيك بقت احسن مننا، شيلي احسن مننا، البرازيل احسن مننا، تركيا تركيا دخلها العوائد اللي بتاعتها العائد الدولاري بتاعها زاد 25% في السنة اللي فاتت، رغم حرب اوكرانيا او بسبب حرب اوكرانيا. ما هو دايما لما يبقى في كارثه انت ممكن تستعملها، لو انت ذكي تستعملها لصالحك او تستعملها تبقى ضدك، يعني ما هي كده يعني بناء على حاجات كتير. هو عارف يستعملها لصالحك، انت مش عارف، انت عمال اي حاجه تحصل في اي حته يقول لك زلزال في اليابان هو سبب في الازمه الاقتصاديه، حرب بتاعت غزه، طب وانت مالك من حرب غزه؟ لا اصل في برضه من ضمن التعليقات، بس ده غالبا من اعداء البرنامج مش اصدقاء البرنامج. ما هو في أعدقاء اصدقاء البرنامج، البرنامج وفي اعداء البرنامج. أعدقاء، إحنا مالناش أعداء، إحنا لنا أعدقاء. في حد مصمم ان المشكله بتاعت الاسعار دي عالميه ومرفوعه في كل قريته حته في أنا، العالم، ومصر مش استثناء، وده العادي. انا بس عايز اقول خبرين عن كندا اليومين دول. مبدئيا الحكومة الكندية قررت انها تخصص حوالي كذا مليار دولار في الميزانية الجديدة علشان تقدم خدمة جديدة للمواطنين اللي دخلهم اقل من 90,000 دولار، ان هو هيديهم ميديكال سوري دنتال انشورنس، يعني تأمين صحي على الأسنان كندا وايد، يعني على كل المقاطعات بتاعت كندا. ده الخبر الاولاني. وطبعا الحزب الليبرالي بيقول احنا عملنا انجاز، وهو ده بالنسبه للارقام يعتبر حاجه ما حصلتش من زمان قوي. وطبعا الحزب اللي هو من الاقليه بيقول لولانا احنا ما كانش الموضوع ده هيحصل. الديمقراطي الاشتراكي ان دي بي. الان دي بي هو اللي ضغط على الحكومه الليبراليه علشان يجدد الثقة في الحكومة. يعني احنا عندنا ثلاثة أحزاب،
في حزب هو البلوك أربعة إذا حسبت البلوك والقوى. ما لهمش لازم. زادت عدد. المهم يعني ده الخبر الاول، ان في عرفوا يخصصوا انا مش فاكر الرقم بالظبط بس هو بالمليارات. احنا اللي انا بنتكلم اذا كنت انا فاكره هو كان حوالي 7 مليار في السنه، مش عارف ولا ايه، على كام سنه. ثلاث رقمين، الرقم القليل 4.5 مليار دولار، والرقم الكبير 13، بس انا مش متاكد اني واحد. بس هو في الاخر المفروض ان هو هيدي تامين صحي للاسنان لحوالي 9 مليون فرد في كندا. وانا عندي اسنان اكل يا ابني الاول، مش لما والخبر الثاني ان الانفليشن بيقل والفايده، البنك الكندي المركزي وقف الزياده، والكلام على ان على نص السنه الجايه الفوائد هتبتدي تقل وهكذا. واسعار لما يبقى الوضع الاقتصادي بتاعك يبقى أسوأ من اوكرانيا اللي هي بتحارب، يبقى في حاجة غلط. يعني انت وضعك الاقتصادي على بجميع المستويات اقل من اوكرانيا اللي هي روسيا واخده حته منها. على فكره الحته اللي واخدها دي قد اقل من محافظه بورسعيد، يعني هم بيحاربوا بعض في الشوارع يعني. المهم، لان ما فيش حرب دلوقتي، حرب واقفه عامله زي الحرب العالميه الاولى دلوقتي، خناقات قصاد بعض ومحدش عارف يخترقها، وكل هم قاعدين بقى. وعندك حرب على، يقول لك ايه، حرب غزه. انت بالك انت من حرب غزه؟ انت عملت ايه في حرب غزه؟ لا، وبعدين حرب غزه دي بقى لها 60 يوم، احنا بقى لنا 10 سنين رايحين في ده. لا، ما اي حاجه بقى عاجبك كده، اهو الاهلي اخد الدوري. ايوه هو انا عايز اعرف، هو لغايه دلوقتي ما فيش واحد يقدر يساله، بس يسال القروض اللي اخدتها ليه؟ ما فيش حد يقدر. ما فيش حد. ده القروض دي هو شخصيا اللي بياخدها كده مع نفسه، من غير بقى ما يستشير حد، من غير ما يعمل ولا حاجه خالص. غير ما يعمل اي حاجه، وهو معترف يعني. هو مش بيعمل كده واحنا بنتفاجئ. من ورانا. هو بيقول انا مش بعمل دراسات جدوى. هو بيقول انا اللي عملت دراسات جدوى مش هعمل حاجه. ايوه، علشان دراسات الجدوى بتقول لك اذا كان ده حاجه مجديه ولا لا. بيقول لك الكلام ده كلام فارغ اللي انت هتعمله ده، يعني ما لا مؤاخذه، يعني انك هتعمل لي طريق دائري ولا هتعمل مونوريل في الصحراء ولا بتاع، ده كلام فارغ. فانت جايب الفلوس تصرفها. طب انا عايز اسال سؤال، احنا بقالنا كتير ما بنسمعش حاجه عن العاصمه الاداريه، هم قفلوها ولا ايه؟ هما بيستخدموها لما يعملوا مؤتمر، لما يعني ما هو هي كده مدينه اشباح بقيه السنه يعني. يعني ممكن مثلا حد يروح يأجر فيها يصور فيها يومين ولا حاجة مسلسل. ايه ابقى ايه بالظبط، مهجورة؟ هو في انا حد بتكلم يعرف جد، اي حد ساكن هناك؟ مفيش. بالظبط انا بتكلم جد، مفيش اي كلام عن العاصمه الاداريه اللي اتكلفت 60 مليار دولار. ارقام اكيده انها اتكلفت 60 مليار دولار، معظمها ان لم يكن كلها قروض، ودلوقتي بقت عباره عن مدينه اشباح. قلنا الكلام ده فروم داي 1، قناه السويس. هو يا ريت قناة السويس، هو دي تفريعة ملهاش أي ثلاثة لازمة، لأن كان كل الإحصائيات بتقول إن الملاحة الدولية بتقل، وإن أنت مش محتاج تعمل وان حاجة. هيفتحوا لو أنت عايز تعمل حاجة المفروض تعمق مش توسع. وانهم هيفتحوا طريق الشمال، وان انت مفروض انك عايز تحولها لهب صناعي، مش تحولها لممر مائي، ان سو اون. كل ده ضرب بيه عرض الحائط وقال لك احفر. اهم ابو يمن برضو بالشباشب والفوط وكلهم ضاربين قوت قاتل تشك شرب. انا بحب اليمنيين، يعني انا اتعاملت مع اليمنيين لما كنت في السعوديه وبحبهم جدا، بيفكروني بالصعايده الطيبين بتوعنا. ولما يتنرفز تبعد عن وشه شويه، نص ساعه كده، عقبال ترجع تقول له السلام عليكم، ولا اتفضل اشرب شاي زي السودانيين. في عندنا كده جنسيه، العرب فيهم اليمنيين والسودانيين نفس الاخلاق. اللي تبعد عنهم بقى تماما لما يتنرفزوا اخواننا الجزائريين والعراقيين، دول ما لمده شهر مثلا ولا حاجه. اللي ما تتعاملش معاهم يبقى احسن الخلايجه، لو تعرف ما تتعاملش معاهم خالص يبقى احسن، هم الخلايجه كلهم بدون استثناء في منتهى الخبث والكراهيه للعالم. المهم، ما علينا، المفروض الواحد ما يبقى بوليتيكال كوركت وما يقولش، خلينا نقول معظمهم. احنا الدين الخارجي بتاعنا 165 مليار دولار السنة دي، العام المالي الحالي اللي هو ابتدى في يونيو
2023 الى يونيو 2024 احنا مفروض هندفع حوالي 50 مليار، 46 مليار ماشي، اكتر من نصها قروض قصيرة الاجل لازم تدفع، الباقي قروض طويلة الاجل ممكن ان احنا نجوشيت فيها ان احنا ندفع فايدة زيادة وما ندفعهاش دلوقتي، ندفعها كمان 3 سنين. انما مش معنى كده ان انت لو حتى عرفت تدفع ال 46 مليار ان انت هيبقى عليك 110، لا، لان انت ما عندكش فلوس، فانت هتستلف علشان تدفع ال 46 مليار، وهتستلف نفس تقريبا نفس المبلغ وفايدة اعلى. احنا النهاردة السندات الدولارية المصرية وصلت 12%، اعلى نسبة في العالم. الفايدة الداخلية على القروض الداخلية بتاعت البنك المركزي كام؟ الفايدة في مصر كام دلوقتي؟ انا اخر رقم سمعته كان 24%. 21 ده رقم بالنسبه لي خزعبلي جدا. اه فكره 24%. انا هقول الخبر مش خبر يعني، حاجه كنت لسه اتكلم فيها مع واحد صاحبي كان متعود ينزل مصر كل سنه، كذا واحد يعني شخصين اعرفهم كانوا بينزلوا مصر كل سنه، انها السنه دي الاثنين اللي هم كانوا متعودين ينزلوا مصر قرروا ان هم مش ناويين ينزلوا مصر لان بالنسبه لهم الموضوع ما يعني فعلا مالوش لازمه. فانت واكيد الاثنين دول مش عجبه يعني، اكيد في غيرهم كتير يعني، انا متاكد ان اكيد في غير اللي انا في دايره معرفتي، انا بتكلم على اثنين فاكيد، فانا ما اعرفش كل الناس فاكيد في غيرهم كتير، في ناس بطلت تنزل لان الموضوع بقى ملوش لازمه يعني، في ناس كتيره دلوقتي حتى لو معاها فلوس هتروح اوروبا، هتروح أمريكا، هتروح الكاريبيان. احنا حسبناها مرة بالورقة والقلم، طلع ان انت تقعد اسبوع او 10 ايام او حتى اسبوعين، في اسبوعين في بعض المناطق يعني البرتغال مثلا او اليونان في اوروبا ارخص من انك تقعد في مصر. هو مش بس أرخص، هو أرخص وأنضف ما بقى الحاجات دي بقى، وأدمى ويعني كل الحاجات. ما يمكن انت نفسك في عصير، شوب عصير قصب بالسلمونيلا وسندوتش بسابس بالطحينه، يعني برضه المزاجات دي اصلا مختلفه شويه. المهم، فاحنا مش معنى ان انت هتدفع ال 45 مليار دولار تقريبا اللي عليك السنه دي ان حجم الدين الخارجي بتاعك هيقل، لا بالعكس هيزيد. انا بتكلم جد، دي اسمها التراب اللي هو بيسموها لون تراب، ان انت تستلف عشان تسدد اللي عليك، واللي ما بيسددش اللي عليك انت بتسدد الفوائد والاقساط، وبقى لسه اصل، واحيانا بيبقى بس الفوائد واصل الدين زي ما هو، فانت تقعد تستلف فيزيد عليك حجم الدين الخارجي. في استاذ اقتصاد، خبير اقتصاد قال، وارجو انه يكون غلطان ومحدش يتخض من الرقم، ان مصر هيكون عليها سنه 2030 لما السيد بلحه يمشي هيكون عليها 500 مليار. هو 500 موضوع يمشي دي انا شخصيا اشك فيه. اه هيبقى يعني احتمال ما هنطلع له نقول له خليك قاعد 500 مليار دولار، لان انت كل سنه هتستلف عشان تدفع، فالفوائد والاقساط هتتزايد عليك بمعدل ورقه والقلم، الحاجات دي بتتعمل بالورقه والقلم، هم عارفين بالظبط هم بيعملوا ايه، ان انت سنه 2030 هيبقى عليك 500 مليار دولار. طيب هو بس عايز اقول حاجه زياده على ان الناس دي يوجوالي بتبقى متفائله اكتر يعني 500 مليار ده المتفائل اللي فيهم. ده متفائل، لان ممكن تبقى اكتر من كده، مفيش رقم قاله صندوق النقد الدولي علينا في مصر الا واحنا ضربناه، قال لك طلعناها اوحش يعني، مش كسرناه. طلعناهم ما بيفهموش واحنا طلعنا احسن، لا احنا طلعنا اوحش من اللي هم اه طلعوا. يعني ابسط حاجه خالص، صندوق النقد الدولي بعد كل اللي عمله ده قال لك التضخم في مصر سنه 23 هيكون 24%، احنا 32%، والسنه الجايه هيكون 34%، اعتقد هنوصل 40% بسهوله. يعني الحل الوحيد عشان تعرف ان احنا في الهوا، يعني لان احنا نطلع من الدوامه دي النهارده مش بكره، مش اخر سنه، مش كمان سنه، النهارده، ان حد يدي لك 50 مليار دولار فور فري.
انت عايز تكسب اللوتر. اللوتري ايه؟ ده اللوتريات بتاعت العالم كله. هو ده الحل الوحيد، 50 مليار دولار كده بس. ده على تعرف اعتبار ان هم بعد كده هيمشوا صح، وده حاجه مستحيله، ابونا هو دي هياخدها حاجه مستحيله. مستحيله. على فكره في ناس فاكره ان هو احنا ممكن الدنيا تظبط، الدنيا مستحيله تظبط مش للي هتظبط. مليون سبب. انا كمهندس بقى بتكلم كمهندس، انت لما يبقى عندك منظومه بايظه مهما عملت المنظومه دي دايما هتطلع لك حاجه بايظه. الموضوع المشكله في المنظومه، المنظومه دي محتاجه تتنسف وتتعمل من اول وجديد، ونبقى مخونين اي حد يجي. ده الديفولت بتاع اي حاجه. السيستم بايظ يا جماعة. السيستم بايظ وبرايز، قالها لكم من زمان، لان فعلا. والسياسه هو ان انت لا تثق في اي حد، وعشان كده المنظومه في اي حته ما فيش واحد بيبقى، ما حدش يقدر يحاكمه او ما حدش يقدر يحاسبه، وكل واحد مهما كان مسؤول في حد بيقدر يحاسبه ويحاكمه. ويقرص checks عليه and ويقول له انت balances. بتعمل ايه. واللي بيقول له انت بتعمل ايه ده برضه في واحد تاني بيعرف يقول له انت بتعمل ايه and so on. فهي بتبقى balances، عباره عن مجموعه توازنات. لما واحد فيهم بيبوظ الدنيا بتقفل. يعني اي دوله في العالم منطقيه طبيعيه لما البالانس تشيكن بالانسز بتاعتها دي بتبوظ لهذا السبب او ذاك، البلد بتقف وبتنهار. يعني ابسط حاجه اهو، عدونا الاساسي اسرائيل، مجرد ما تشيك اند بالانس بتاعها فك لمدة سنتين تقريبا دلوقتي، انا شوف حصل فيهم ايه. نتنياهو على اللي انا فهمته ان هو خرب الدنيا، خرب الدنيا في نو تايم يعني. يعني نتمنى ان نتنياهو ده في يوم قريب يتشلح يعني. والله انا عايزه شوية، ايه؟ انا عايزه شوية. شوية ليه يا عم؟ لا خليه يمشي بسرعة. يعني بالنسبة لي يمشي بسرعة أحسن ما يقعد يعني. المهم يعني ان مهما عملنا في وجود هذا النظام، مش هذا الشخص، هذا النظام، النظام كله على بعضه. النظام ده كله لازم يتفوض، والجيش ده كله لازم يرجع لسكناته، ويبطل بقى انتاج بيض وانتاج جمبري وانتاج معرفش الفاصول. يعني لازم ننسى المواضيع دي خالص، ومفيش حد يقول لي ده طبيعي والجيش الامريكي بينتج حاجات بنفسه ومعرفش ايه. ده انتوا بتستعبطوا يا جماعه، مفيش حاجه كده، مفيش حاجه كده. الميزانيه بتاعت اي جيش المفروض انها معروفه عند كل الناس. احنا النهارده عارفين ميزانيه كل الوزارات في اي مكان، وبيجي وزير مدني عادي بيمسك الجيش والدنيا بتمشي، يعني الموضوع بيمشي يعني. محدش يقول لي اصل، وبعدين ده احنا لو افترضنا ان احنا عندنا جيش اساسا قادر على ان هو يمسك يرفع شماعه يعني، احنا ما ما ده ما ده برضو احد الجماعه اللي عرفوا سكتنا، بيقول لك ده احنا، انت ما تعرفش ده الكتيبه بتاعتنا بفرقه من اي جيش تاني وتروح تنال. يلا روح تنال، انت دخلت الجيش يا ابني؟ قال لي لا عشان الناظر. قلت له طب انت بتفتي؟ لا. ونفس حتى ما احنا قلنا وفي ناس حتما. كتيرة منهم بيبقوا مطلوبين للجيش وبيهربوا من الجيش وبيجيبوا وسايط علشان يطلعوا من الجيش. واللي عامل فيها وطني ده، انا اعرف ناس عاملين وطنيين عملوا فرح وعملوا حفلة ووزعوا شربات لما جالهم الإعفاء من الجيش. فمحدش يستعبطنا، محدش. ولما دخلت الجيش اتعلمت بقى تسوق دبابة ولا تضرب مدفع ولا تستعمل حتى السلاح الشخصي بتاعك الكلاشينكوف اللي هو بيديهولك تفكه وتركبه. ده بيتفك ويتركب يا ابني، بيعملوا مسابقات يفكوه وركبوه وهم مغمضين. ما فيش. انا تاني ودي عاشر مرة اتحدى هنا ان حد دخل الجيش عمل حاجة من دي. وهو بس علشان في ناس فاكره اصل احنا لولا الجيش مفيش حرب، مفيش حد هيحتلنا، هو مفيش حد هيفكر يحتلك لان ملهاش اي لازمه اصلا. يحتلك يبقى هيضطر يأكلك. يعني فكره ان انت في ناس تحتل مصر دي حاجه مش وارده، لان مصر القوه بتاعتها مش في الجيش، القوه بتاعتها في ان فيها 100 مليون بني ادم، فانت مش هتعرف تسيطر على ال 100 مليون يعني. بس هو ده السبب الوحيد يعني، اوعى انت اهو تفتكر ان سبب الجيش يعني. الجيش الاسرائيلي داخل على عيال بشبشب وترنجات مطلعين دين ابوهم بقالهم 60 يوم. يعني لا ما فيش بس جيش بيخش مصر حته. أدمار، مصر مستحيل. انت اصلا
مهما يعني هو ما هو اسمهم ايه الاسرائيليين دول ايام 67 قال لك احنا كنا ممكن نوصل القاهره، بس هم ما عملوش كده لان هم ما ما يقدروش. ينفع، ما ما ينفعش. ينفعش ما ينفعش، لان مصر قوتها في سكانها بس. لا احسن تفتكر ان احنا عندنا جيش ولا احنا عندنا مخابرات؟ عندنا مخابرات ايه؟ احنا عندنا واحد بيدي سبائك ذهب والراجل بيسال في على النت هو سبيك الذهب بكام؟ انت متخيل؟ انت متخيل عبط اكتر من كده؟ الحكاية دي على فكرة بقت مثيرة للسخرية بشكل يخلي الواحد يعيط. يعني العلاقة بتاعت اسمه ايه ده، الولد ده بتاع امريكا ده، حنة ما اعرفش حاجة. حنة حنا، نبيل حنا باين، ولا محمد حنا، ما اعرفش. الحكاية عمالة تلغوص، يعني الكونجرس هيشرمنا قريب يعني. لا ما هو ده، وطيارة تلاقيها ممسوكة في زامبيا، حاجات حاجات غريبة يعني. الرئيس زكريا خاب خالص على اخر ايامه ده، ولا ايه يا عم ده، ما فيش زكريا خالص. وبعدين خالص. اول قصيده كفر، الراجل واحد دجال اسمه عبد العاطي كفته ضحك على لواءات الجيش وعلى سياده المشير وزير الدفاع وقتها، فتخيل ادوا له رتبه لواء وهو راجل نصاب، تخيل نصاب ويدوا له رتبه لواء. الراجل اول ما طلع كل الناس اللي بتفهم قالت ده حمار باينه قوي مش ما محتاج. راح فيها المستشار العلمي. عصام حجي لما قال لك الكلام ده كلام فارغ فوروه وخلوا عبد العاطي كفته. يعني تخيل احنا عايشين مع نظام بيمشي واحد شغال في ناسا بجد مش هزار، وبيعمل ابحاث عالميه يعني مستوى ناسا، وبيخلي عبد العاطي كفته هو اللي كمل. انت لو شفت ده في اي خريج حته مع التمريض، مستحيل. خريج مع التمريض. ده راجل نصاب، ده كان فاتح مكتب بدجالين وبتاع واعمال وحاجات كده يعني. وهو اصلا ما هي الفكره ان احنا اللي بيحكم مصر النهارده هو فعلا مصدق في الهبل ده، هو مصدق. الراجل بيقعد مع ناس تفتح له المندل. وبيجيب شيخ اللي ما اعرفش ايه علشان يقول له فين قالوا كنز. الفلوس فين، حاجه يعني اللي هو unbelievable يعني it's really يعني بيوند الايماجينيشن، ان انت ما بعد الخيال يعني اللي هو يعني الكلام انا ده لا في حته تانيه اصدق. لو اتقال واحد على مليون منه مش هنخلص. احنا انا عايز احكي بس بمناسبه الاخبار بتاعت كندا، المتحدث باسم البرلمان هنى واحد زميله علشان كسب في الانتخابات، حاجه عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه، رئيس الحزب المعارض بيطالبه بالاستقاله. ده ما شفتهاش دي. لا فيرجس هنى واحد كان بيعملوا انتخابات في دايره من الدوائر، انتخابات اللي هي التكميلية دي. هو الراجل قال له مبروك ان انت كسبت الانتخابات، يعني الانتخابات خلصت والنتيجه اتعرفت وما اعرفش ايه، فكل اللي عمله اللي هو المتحدث باسم البرلمان هناه قال له مبروك. المعارضه ما مسكتش ما مش سابتش. ساكتة. انت بتقول له مبروك طب استقيل كده اللي هو اي حاجه انت يعني. بترد عليا. الناس هنا اي حد بيتلكك لاي حد علشان يشلبطه، ده اللي بيحصل في الدول اللي هي يعني هو الموضوع كله الناس متربصة ببعض علشان وده في مصلحه، المفروض في مصلحه المواطن طبعا. بس. محدش يعرف يعجن ولا يعك ولا حد بتاع. انما واحد يقول لك انتوا مش عارفين ان انا صندوق تحيا مصر ده في ايدي انا، ايه ده، دي حاجه ايوه تخوف. وبعدين، وبعدين دي حاجه تخوفنا مش حاجه انتوا ما كويسه. تعرفونيش، انا الجنيه بيطلع مني بالعافية. يا ابني انت جاي تتجوز بنتي؟ انتوا مش واثقين فيا؟ مش واثقين في دين امك، مش بس مش واثقين فيك. ما فيش ايوه مش واثقين، شيء طبيعي على فكره، شيء طبيعي جدا. ان احنا لا نثق في اي سياسي ايا كان بقى اسمه سنه عنوانه مخه ملهاش. النهارده انا لسه النهارده شايف عضو في البرلمان الايرلندي بيقول للسفير الاسرائيلي قبل ما نبتدي الكلام، انا واحد من اللي عايزك تطلع بره البلد، عايزك تطرد من هنا. Nothing personal، بس انا عايزك تطرد لانك انت ممثل دوله انا مش عايز اشوف العالم بتاعها في ايرلندا كده.
ستريت فورورد كده، هي كده. اه لا لا اثق فيك طبعا، ايه اللي انت مش واثقين فيه؟ ما تسمعوش كلام حد. يعني ايه ما اسمعش كلام حد؟ انت مين انت يا ابني؟ تاني يا جماعه، ده انسان جاهل، ده اجهل من اجهل من اقل واحد ممكن تقعد معاه على القهوه. ده ممكن جدا في اي قهوه في شع في شع في منطقه راقيه شويه زي مصر الجديده ولا المهندسين وبتاع، الناس ترفض انها تقعد معاه لانه هبل، لانه ما بيتكلمش. انت متخيل ان انت تقعد مع واحد ما بيكملش الجمله؟ ده رئيس الجمهوريه وهيقعد معانا لغايه سنه 2030. لا سنه الناس راحت تتضايق، 2030 الناس راحت تتكلم وتقول لك احنا ما نعرفش غير، ما تعرفش غيره، علشان هو ما اي هو مين حد اي تاني بيحاول يبقى موجود بيمحيه من على الوجود. اهو 2030 الراجل خبير اقتصادي بالورقه والقلم قال لك الديون مصر الخارجيه هتبقى 500 مليار دولار سنه 2030. وساعتها مش عارفين الدولار هيبقى بكام جنيه اساسا يعني. لا احنا ساعتها هيبقى بالكيلو. يا هو هو بجد اصل موضوع الجنيه ده، الجنيه كان، الجنيه كان بسبعة ونص من قريب قريب، دلوقتي احنا بنتكلم في 50 جنيه، ويعلم بعد التعويم ايه اللي هيحصل، لان مهما عومه مفيش موارد عملة صعبة، هو فطبيعي جدا هيفضل يعلى. اللي يخض هنا حاجتين في الارقام دي كلها، سعر الذهب طبعا وسعر الدولار، لا يعني الحاجات الباقي كله اكل ولحمه وسمك وماشي، انما دول هم اللي يرعبوا يعني. لا، والحاجات دي المفروض انها بتتزرع عندك، يعني لما يبقى في حاجه اسمها سكر، السكر ده انا عايز اعرف ايه، ازاي ده احنا المفروض القصب بتاعنا حاجه المفروض معروفه، يعني ازاي احنا وصلنا ان السكر بقى حاجه شحيحه، يعني بقت حاجه غاليه. لان من كذا سنه في واحد حمار قال لك ان سعر السكر طن السكر نستورده من البرازيل ومش عارفه منين ارخص من السعر اللي احنا بنشتري بيه من المصانع بتاعت مصر، فما نش هنشتري منه. فالمصانع المصريه، الكلام ده انا متاكد منه تماما، واي حد الكلام ده من حوالي 4 5 سنوات، واي حد ممكن يبص عليه على الانترنت. فمصانع السكر في مصر بطلت تشتري من المزارعين لان ما حدش بيشتري منها، واتملت عبت، وبعدين راحت المزارعين ما زرعتش قصب، فراحت زرع حاجات تانية، ان شاء الله حشيش يا رب، ان شاء الله برسيم، اي حاجه، ما مش هيستنى، زرع حاجه تانية. قوم ايه، البرازيل رفعت سعر الطن السكر بتاعها واظن 3 اضعاف، فما قدرناش نستورد. فجم قال لك هات السكر اللي عندكم، فضوا المخازن بتاعت شركات السكر كلها ومفيش سكر في مصر. لو تفتكر فاكر لما كانوا بيقول لك احنا دخلنا على مستودع بتاع حلويات شامية لقينا عم بيبيع سكر والاخوان المسلمين هم اللي بيخبوا السكر وبتاع، ده قرار حمار اخده ما فكرش لمدة 24 دقيقة مش 24 ساعة في القرار ده قبل ما ياخده. الطن بتاع السكر اللي بيجيبه من البرازيل ارخص من الطن بتاع السكر اللي بيجيبه من الحوامديه ولا من نجع حمادي، يبقى هات من البرازيل وبلاش تاخد من مصر. طب والمصنع والعمال والفلاحين والصناعه دي كلها، مش مهم، انا كده وفرت للبلد. وبيقولها الحمار، ما هو حمار اللي فكر فيها وزير وكيل وزاره، قالها الحمار تاني وزير، فهو اخدها كفكره جهنميه، قال رئيس وزراء حمار برضه، يعني اكيد واحد من الحمير اللي كانوا موجودين، قال الاكبر حمار في البلد اللي هو رئيس الجمهوريه، احنا هنوفر 10 مليون دولار لما نستورد السكر من البرازيل بدل ما نشيل من هنا. قشطه يا زعيم، شيل، وقف الصناعه، ما احنا لغايه النهارده ما فيش سكر. لا يعني كل القرارات المتنيله بنيله دي الحكومه هي اللي بتاخدها، وبيقنعوا الناس ان هم المفروض اللي يتصرفوا يحلوا المشاكل. لا انا مش بهزر والله بجد، يعني هم بيحسسوا الناس ان هي مسؤوليتهم دلوقتي، ان هم لدرجه ان هو ايه، كيف نصنع السكر في البيت، اللي هو انتوا هبل يا جدعان، انتوا هبل يا اخوانا ولا ايه؟ انتوا هبل يعني. واحده طالعه تقول لك انا رحت جبت لبشه قصب وقعدت اغليها وما اعرفش قعدت اعمل ايه علشان تعمل قصب، اللي هو انتوا اغبياء يا جماعه، انت اصلا
احنا النهارده لما نيجي نعمل بيتزا في البيت بتكلفنا اكتر من لو اشتريتها. وتطلع وحشة. اه وتطلع وحشه، لان انت مهما عملت مش هتعرف توفر في اي حاجه، انما المفروض اللي بيعمل ماس برودكشن، اللي بيعمل انتاج بكميات كبيره، بيعرف يقلل من النفقات بتاعته ويبقى بيكسب، وبيبقى ارخص من اي حاجه بتتعمل في البيت. انما تقول لي اعمل قصب في البيت وربي جاموستين في البلكونه حسيته الحوار. وازرع لنا شويه برسيم في وسط السطوح، احنا هم يا جدعان والله انتوا متخلفين، ده تحدي. حاجات انا مش يعني فعلا لما بنتكلم فيها الواحد بيقراها ويفوتها، يعني هو لما نقولها يا خبر اسود، رئيس الجمهوريه بيقول كل واحد يربي راسين عجل. اقول لك لو احنا لو كل اسره ربت راسين بقر هنكون في حته تانيه، حته تانيه ايه؟ هتبقى العالم البشريه تريبه اساسا. انت هتمشي في جله بقى وسط الجله. هتعمل ايه بقى في الجله اللي بتنزل والبقايا دي وبتاع، يعني ده حتى لو ما فكرش فيها بالطريقه دي طب هنعمل ايه فيها؟ لا يعني هو برضه ما بيحسبش ان دي حاجات محتاجه تاكل ومحتاجه طبيب بيطري ودكتور علشان يعمل لها رعايه وتطعيمات، يعني ما بيحسبش خالص بالحاجات دي، ما هل فيش. تعلم يا باشمهندس ان كان من ضمن مشاكل مدينه نيويورك في اواخر القرن ال19 عدد الحصنة اللي بتمشي فيها وبتسبلها بتوسخها، وانها دي كانت مشكلة صحية قاتلة، وان في الصيف في ناس بتموت بقى من الامراض ومش عارف ايه وبتاع، لغاية لما ربنا فتح عليهم وجت العربيات فلوثت الدنيا زيادة. المهم ان دي كانت مشكلة، اتعمل ايه في البقايا دي كلها؟ فتخيل انت لما مصر كلها تربي عجول. هو ده بجد، وده والكلام ده مش طالع من واحد عبيط على لا ده رئيس التيك توك جمهورية، ولا بتاع، ده واحد ده اكبر راس في البلد. وانتخبنا لنا امبارح، انتخبوه امبارح اه والناس بالظبط. رايحه تنتخب وترقص علشان هتنتخبه وهيكسبوا، وناس رايحه تنتخبه وقدامه واحد حمامه ولا امامه ولا معرفش ايه. ومدام اسمها ايري بتاعت الحنية ميامي دي، انا عايز اروح ميامي ادور على المدام اسمها ايري. الملفات دول بيبقوا فيهم حنيه كويسه قوي على فكره، الواحد كبر على الحاجات الصغيره بصراحه. يا شوفك ربنا ايه لما تشوف الفيديو ده. اخر حاجه انا بحب اختم بصلاح، عشان بعت لك صوره محمد صلاح وهو عامل فيها فتوه كده، وسجل 200 هدف و150 جون في الدوري و200 هدف مع اسمها ايه دي، حاجة يعني تفتح النفس، الحاجة الوحيدة اللي تخلي الواحد يبتسم في وسط الظلمة دي كلها. اه صراحة هو من يعني هو الحاجة الوحيدة النظيفة اللي في البلد، هو بس اكشولي مش في البلد، هو بره البلد لان هو لو ما هم لقيت واحد كاتب بيقول لك المهاجمين المصريين مش عارف ايه في اوروبا، مرموش ومش عارف ايه وبتاع، قلت لهم مش مصريين يا ابني، واحد بيلعب في الدوري الالماني، واحد بيلعب في الدوري الفرنساوي، واحد بيلعب في الدوري الانجليزي، ايه علاقتهم بمصر؟ ايه يعني؟ ان جاله بالهرسيا لما كان عندنا حظهم كويس ان هم خرجوا خلعوا. قدروا. اه يعني انا فاكر ان كان في برنامج بيجيب لك نماذج مصريه ناجحه، كل النماذج دي كانت بره مصر. يا انت فعلا عشان تنجح يعني كل الناس اللي نعرفهم اللي هم المشهورين بره مصر، بره مصر. الوحيد اخر واحد كان محترم في مصر وانا شخصيا بحترمه جدا وبحبه هو نجيب محفوظ، انا ما اعرفش حد بعده، بس فعلا ما اعرفش حد بعده. كل اللي بعده اللي احنا بنقول عليهم ناجحين بره مصر، انما هو نجيب محفوظ بس وبيقعد يتعالج من حكايه انه مصري دي، ونقعد انا وانت وغيرنا نقول بقى الواحد يا جماعه لما تلاقوا الواحد خرف، احنا بنقولها لبعض على فكره عشان الناس يعني احنا بنقولها لبعض، الشله بتاعتنا بنقولها لبعض، احنا كلنا عندنا رواسب لسه بنحاول نشوف انا عجوز قد ايه لسه بنحاول نتخلص منها، ممكن الواحد يقول كلمه غلط، ممكن يقول فكره غلط، فنبهوه. مفيش عيب ابدا ان انت تقول له يا ابني شغل الصعايده بتاعك ده ايه اللي ما انصعن، يعني احنا بنقول لبعض بهزار بس بنقولها. انت بتقعد طول عمرك تتعالج من الرواسب اللي انت طالع بيها من المخروبه اللي هناك دي انا على جميع المستويات. هقول لك نكته انا شفتها متكرره كتير في الجروبات بتاعت المصريين اللي في كندا. النكته بتقول ايه؟ واحد في كندا، واحد مصري في كندا بيقول انا لو فكرت اسيب كندا وارجع مصر تنصحوني بايه؟ فالرد بتاعه
رد عليه يعني انصحك تعمل رنين مغناطيسي. لا لا، انا رديت على واحد من دول وقلت له هشوف لك حد سايكاتريست تقعد معاه قبل ما تعمل اي ايوه لا حاجه. ما هو ده معناه ان في خلل في المخ. شوف يا ابني، شوف لك، اقول لك مع سايكاتريست ولا بتاع، ما تسالش ابونا ولا مولانا، واخد بالك؟ شوف لك سايكاتريست يشوف ايه الموضوع بالظبط، يعني عقده اوديب انت وامك لا لا وحشاك، بس ايه ده الحكايه؟ يمكن يكون عنده مازوخية فعايز ما اعرفش، يعني ما عنده ميول جنسية ومش عايز يقول، خايف من فتنة هنا، ما تفهمش يعني. المهم اسبوع جميل، وان شاء الله الاسبوع الجاي نهني ونبارك ده انا قلقان، انا قلقان جدا، قلقان قلقان قلق. الفرخة يعني مش عارف، هو بتبيض باين ولا ايه؟ معرفش، عليها بيضة. انا بيقول لك الموضوع مش محسوم على فكرة. لا 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 لا، مش محسوم في اخر لحظة يا باشا، زي ماتش ليفربول اللي فات كده، اخر دقيقة جابوا جون انقلبوا. بس يا ماما هينزل بيضة من الآخر. يا ماما هيذبحوه في العيد. بس قشطة. انا زعلان على فريد زهران، انما يستاهل. يلا ماشي، أي حد يشارك في الخارة ده يستاهل اللي يستاهل. يحصل فيه، يستاهل يستاهل اللي أي يحصل فيه. بالظبط، قشطة يا معلم. ماشي نشوفك يا على زعلان، خير. سلام.